السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد أشرف، هكمل مع حضراتكم المحاضرة رقم 7 في دبلومة تصميم خطوط الطرد. وقفنا المرة اللي فاتت في تجهيز الإكسل شيت. دلوقتي هناخد الداتا بتاعتنا بليزب وهنرسم البروفايل على الأوتوكاد. بناخد الداتا بتاعتنا أهي، طبعا سواء انت عايز تقطع البروفايل زي ما يطلع ولا ترسمه مرة واحدة مش هتفرق. احنا هنرسمه مثلا مرة واحدة، انا بقطعه عادة، بس هنرسمه مرة واحدة بحيث نشوف بس الشكل عامل ازاي. بتاخد طبعا الخانة الأولى دي كلها هتكبيرها وتحطها في تكست نوت باد، كنترول في، تمام كده. انا مش عايز اقطعها، انا عايزها مرة واحدة كده اهو 1800 1850. هتلاقي هنا متكرر 1200 و1200 عشان بتنزل متقطعة. انا لا، مش عايز اقطعها، انا عايز دلوقتي اقراها بس كويس الاول كلها، تمام. بس كده هتسيف التكست ده مثلا على الديسكتوب، تديله اي رقم وليكن 88 مثلا بس، وهتيجي تفتح الاوتوكاد في اي مسافه، بتشوف بس ايه اقل منسوب عندك كام علشان تبقى مترجة المناسيب. المناسيب عندك بتروح من 45 46 47، فيبقى اديتها مثلا 40 او نقول مثلا 38، يبقى هتبدا من 40 معايا. اديتها من اللي هو ايه، اللي هو برضو ده كده اديتها معاه، ده هيبدا من كام؟ فاحنا هنبدا من 35، تمام كده. فاول حاجه بتقول لود ابلكيشن او ابلكيشن لود اهو. الابلكيشن اسمه اف ام فورس مين لود، بعد كده بتكتب اف ام اللي بنزل اهو، طبعا مكانه فين وليكن على الديسكتوب رقم 88، احنا مسميين التكست 88 اهو. Do you want to draw profile? Yes. ماشي. اللور ادي البداية من هنا مثلا لهنا، الديتم بتاعك قلنا 35، هيبدأ يرسم لك اللي بقى. Do you want to write the vertical? Yes مثلا اهو، هيبدأ هو يرسم لك بالظبط من 5 ل 10 ثواني بيرسم لك البروفايل بتاعك كامل. ادي البروفايل بتاعك اهو، الشكل بتاعك. طبعا انت بقى بتظبط الكلام ده، بتبقى عارف معاك باندا جاهزه قبل كده، الفينش ليفل والفينش ليفل. هنا اماكن الغرف، هنا الجراوند، هنا الانفرت، هنا الديبث، هنا الديستانس، هو بينزلها لك كده. ادي الارقام بتاعتك جاهزه، ادي الانفرت، يعني لو جيت مثلا هنا ادي الارض وادي الماسوره بتاعتك، ادي الارض وادي الماسوره بتاعتك، تمام كده. الارض بص هنا الارض كام مثلا، منسوب الارض هنا ادي الارض، هو بقى الارض منسوبها كام؟ 46.7، تمام؟ 46.7 دي واحدة، ده اهو 46.7، انت ده السكيل 1 ل 100 ماشي؟ فبتبقى بتقسم على 10 يعني 7 من 100 تقريبا. دي واحدة اهو من هنا، ادي منسوب الارض من هنا لحد هنا 46.7، منسوب الارض في البدايه هنا 45 وكام، والحته دي و77، 45 77 هتلاقي 45 77، اللي بعدها 45 88 ده الجراوند اهو، من هنا 45 هتلاقي دي 88 اهو، 88 دي 46 و7 اهي 46.7 دي اهو اللي كنا بنجيبها 46، 7 من 10 بتقسم على 10 يبقى 7%، ده الجراوند. الخانه اللي بعدها الانفرت، وليكن هنا 42 77، الانفرت اللي هو قاع الماسوره 42 77 42 ل 7 7 اهو. بيقول لك بقى المنسوب الارض ناقص منسوب الجراوند، كل ده الديبس من هنا لحد الماسوره من تحت، ده الديبس اللي هو عامل 3 بتقسم على 10 3.6، هتلاقي هنا الدبس عامله لك 3.6، فاهم الكلام؟ بعد كده بيقول لك السكيل، سوري، المسافات بتاعتك صفر،
هتزود 8 وبعدين 42 بقت 50 100 150 200 وبعدين الميول بتاعتك، مش انت كنت بادئ بميل سالب بعد كده الميول الخمسة والواحد صح؟ فاكر اهو الميول بتاعتك بعد سالب 5 وبعد كده 1 وبعد كده الواحد، شايف الميول دي بتاعتك الاسلوب اهي، هي الميول بتاعتك اهي اهي الواحد اهي. حلو الكلام كده، البروفايل اترسم. بتيجي بقى انت في الحتت بتاع الترع، هي دي بتاع الترع صح؟ دي اللي بتشيلها وبتبدا تجيب منسوب قاع الترعه معايا، ركز بقى في الحته دي. هو كده البروفايل اترسم، بتبدا تقطعه بقى وتظبطه وتحطه ببندات وتقول مثلا تقسمه ستيشن، هو ده كله كام؟ 2427 متر. انت بتقسمها بقى على حسب البندات بتاعتك، كل مثلا 500 متر او كل 600 متر، تقول هنا الاستيشن من 0 ل 600، اللي بعدها من 600 ل 1200، بعدها من 1200 ل 1800 وهكذا. تمام؟ طيب الفكرة في ايه بقى؟ عايز تحط دلوقتي الترع بتاعتك، بتبدأ تجيب مناسيب الترع من المقاول. اول ترع وليكن يقول لك 45 على 45، بتقوم جاي هنا من 45 اهو منسوب قاع الترعة الاولى، واللي هنعمله له الثانية 45 ماشي، وبتعرض بقى خلاص 45 ماشي، عرضها قد ايه؟ عرض الترعة وليكن القاع، عرض القاع مثلا نقول مثلا 4 متر، يبقى 2 يمين و2 شمال، ادي 2 يمين وادي 2 شمال. تمام كده؟ ادي قاع الترع. بس بعد كده خلاص ادي الانديكيتور مثلا بتاع الترع، طبعا هو مش بيبقى كده، هو بيبقى في مسافة معينة عشان احنا بعدين 2 متر يمين و2 متر شمال. يعني مثلا بتبقى كده او 2 متر يمين ومن هنا 2 متر شمال. ودي الترعة بتاعتي. تمام كده؟ طيب خلاص منسوب المية ايا كان بقى مش فارقة معايا كتير. بنزل من قاع الترعة 1.5 متر، 1.5 متر اهو، وابدأ احط الماسورة بتاعتي، وابدأ احط الماسورة بتاعتي بميل، بأقل ميل ممكن سالب واحد، ما هو لازم تبقى مايل عشان من الهواء لغسيل، بسالب واحد معايا. بتبدأ تظبطها اهو وتقوم جايب الماسوره بقى، بتنزل السنتر بتاعها والقطر، ادي الماسوره بتاعتك اهو خلاص بتشيل واحد، ادي الترعه لازم تنزل تحتها بمتر ونص. وطبعا برضو الشغل الافضل من كده، انت بتنزل وما بتحطش الماسوره بتاعتك، ده انت بتنزل وتحط الايه، ها بتحط الماسوره جوه ماسوره خرسانيه، سمكها بقى 30 سم 40 سم، يعني في ماسوره خرسانيه 30 سم مثلا او 40 سم، من هنا تمام، مثلا تديها هاتش كده معين اهو. المتر ونص بقى منين؟ الصح من القاع لبدايه الفروغه بتاعتك، من هنا لهنا المفروض ده المتر ونص معايا كده. ودي الماسوره، طبعا ما ينفعش يبقى الماسوره كده تمام، لازم الماسوره تبقى اقل، ما ينفعش المايه تمشي كده وبعدين تنزل كده وبعدين تنزل بالمنظر ده، او هتحط هنا غرفه الغسيل بتاعتك ماشي. المفروض من هنا لهنا المتر ونص، طبعا هل من هنا لهنا المتر ونص؟ لا بص، من هنا لهنا هنقيس كده من القاع لحد الماسورة متر 35 اهي، لا انا عايزها متر 50، فبتنزلها 15 سنتي دول اهو، قيس من هنا لهنا لازم تديك المتر ونص، ادي المتر ونص، ال 15 احنا بنقسم على 10 في السكيل بتاعك. تمام كده؟ بس دي البدايه بتاعتك، خلاص الماسوره بتيجي كده. انت بقى بتيجي بقى غرفه الهواء او محبس الهواء، بتحطه فين؟ بتحطه في اعلى منسوب هنا، ادي الهواء بتاعك. والغسيل اقل منسوب هنا اهو، ده انفرت وده انفرت في، لا اقل منسوب ده، بحيث الفقاعات تبقى ماشيه هنا واللي ماشيه كده تطلع من هنا اعلى منسوب. ولما تحب تغسل
دي بالميل بتاعها كده ودي بالميل بتاعها كده، هنا في اقل منسوب، في اقل ها منسوب عندك، في مشاكل بس كده. تيجي بقى اما تيجي تشتغل، ده كان مديك عند الاير منسوب الارض، وفي منسوب الانفرت والديبس. هنا بقى عندك منسوبين الانفرت، المنسوب الاول بيديك ديبس هنا اهو، ده اللي هو كان مرسوم اللي هو 2 22، اللي هو ده 2 22 او 2 21، ده الديبس. هتيجي تعمل ديبس تاني اللي هو من هنا لحد الانفرت بتاع الدروب التاني اللي هو 2 94، قوم جاي كده في الاثنين دول وتعمل اتنين، يبقى دي 2 94 وتجيب لها الانفرت الجديد، يبقى 2 94، بحيث اللي هيجي ينفذ يبقى عارف اللي فيه هنا كام. طبعا هتقول بقى 45 ناقص 2 94 هيديك هنا منسوب جديد، بحيث اللي يجي ينفذ يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده منسوبين، عارف اللي هنا فيه 2 انفرت، انفرت الداخل والانفرت بتاع الايه؟ بتاع الغرفة. تيجي بقى ترسم الغرفة بتاعتك، فين الغرفة؟ الغرفة اهو تبقى كده، تبقى هنا دي بتبقى الغرفة كده، ده يبقى شكل الغرفة، دي بتبقى شكل الغرفة. يبقى هنا انت هتعمل غرفة اسمها غرفة هواء، ده الانديكيتور بتاعها، وادي غرفة اسمها غرفة الغسيل. يبقى هنا هتحط غرفة وهنا بتحط ايه؟ غرفة. ادي الشكل بتاعها. طبعا هنشوف بقى الشكل الفاينل بتاعها بيبقى عامل ازاي. ادي برضو تفنيشة موجودة علشان بس تعرف بتفنش الآلية اللي بتفنش بيها او شكل التفنيش النهائي. خلاص هنا مثلا ادي بتبقى في عداية اهي، ادي الترعة اهو بالمنظر ده، الترعة بتديها منسوب، بتكتب بقى منسوب القاع وبتنزل منه متر ونص، تنزل من الترعة متر ونص اهو، 1.49 يعني تقريبا متر، احنا لو قسناها بالظبط هتديك متر ونص، يعني مع التقريبات هتديك المفروض متر 1.49 يعني تقريبا 1.5، تمام. وادي غرفة الهواء وادي غرفة الغسيل، بتيجي بقى هنا وتقوم عامل. طبعا انا هنا في الشكل ده كان الميل جاي الواطي بالسالب قبلها، فكانت قبل الترعة غرفة الغسيل وبعدها الهواء، ايا كان احنا قلنا بس الشكل. تيجي بقى تكتب هنا الوش، كانت وش القطر كام، الستيشن عند ستيشن كام، والقطر قد ايه، الاير عند ستيشن كام، وهكذا. بص التفنيشه في الاخر، ادي الغرفه بتاع الهواء او الغسيل، وادي الغرفه الثانيه، ادي الماسوره قبل ما تخش على الغرفه، بعد كده الغرفه بتاعتك، وادي الماسوره اللي خارجه من ما بين الغرفتين الدفع والاستقبال، وادي الماسوره الثانيه. ادي برضو شكل ثاني، ترعتين جنب بعض فهعملهم بفروغه واحده، بس ببدأ بالغسيل هنا. ادي الشكل. ليه ببدأ بغسيل؟ عشان منسوب الارض كان سمح لي ان انا اوطي اهو الخط، فالخط نازل فده اقل منسوب. ساعتها هنا احط الغسيل فين؟ ما احطوش هنا، لا بحط الغسيل في اقل منسوب هنا. طب والهواء؟ في اعلى منسوب في الحته دي هنا، يبقى هنا الهواء. ادي اكتب اير فالف تشامبر قطر كذا عند ستيشن كام، عشان اللي بينفذ ستيشن اهي 4000، سوري معلش 426، يبقى عند الستيشن 426. وادي الانديكيتور بتاع الهواء، وادي الانديكيتور بتاع الغسيل، ادي الشكل التفنيشه بتاعتي اهو. وطبعا بكتب برضو ايه، منسوبين، منسوب الدخول ومنسوب الخروج بتاع الماسوره، الدخول فيه انفرت والخروج فيه انفرت، الخروج فيه انفرت والدخول فيه انفرت، تمام كده. الفكره بتبقى عامله ازاي بقى؟ الفكره ببساطه اللي عندك ترعه ما ينفعش اعديها، عندك ترعه ما ينفعش اعديها معايا كده. ادي مثلا ادي الشكل بتاعي اهو، احنا كده شفنا التفنيشه. انا يهمني بقى ايه، ليه احنا عملنا كده؟ بتقوم عامل ايه، ادي عندك ترعه اهي تبقى عامله بالمنظر ده، ادي منسوب الترعه اهو مثلا اهو اهو، حلو كده. طيب وانت ماشي بالخط بتاعك، ادي الخط بتاعك مثلا ايا كان طالع مثلا اهو، ادي الخط بتاعك طالع، ونقول يا عم ادي منسوب الارض عشان ما تزعلش اهو ماشي، وادي منسوب الارض اهو،
خلاص نكمل بقى، طلع نازل ايا كان. الخط بتاعك انت بتحفر في الارض عادي، بتحفر بتحفر خندق وتقوم حاطط الماسوره بتاعتك، وليكن الماسوره طالعه. حلو؟ حلو. ادي الماسوره بتاعتك اهي. ينفع تحفر في الترعه؟ هتحفر في الترعه ازاي؟ لا ما ينفعش. يبقى وده اللي بيحصل في المترو الانفاق برضو، العدايات دي، وطبعا هحط لك برضو لينك العدايات في الفيديو ده تحت الفيديو. طيب شرحها قبل كده العدايات بالتفصيل. بتقوم جاي تعمل حفر هنا غرفه، تعمل حفر غرفه، تقعد تحفر في الارض قبل الترعه هنا مثلا اهو، ادي الحفر بتاعك. حلو الكلام. مكان الغرفة كده اهو مثلا. حلو. ادي بتحفر في الارض عادي، ونفس الكلام ده الناحية التانية اهو، بتحفر في الارض عادي غرفة تانية بالدبس اللي احنا قلناه في الاكسل شيت. وتقوم هنا مكمل الماسورة، وجوه الغرفة دي بقى بتبقى غرفة كبيرة طبعا، 4 متر في 5 متر، 5 في 7، بدبس 2 متر ونص، 3 متر زي ما شفنا في الاكسل. طيب بتبدأ بقى ايه؟ تبدأ هنا تعمل مكنة الحفر، العداية اللي تحفر من هنا، تبدأ بقى تمشي كده عداية مكنة حفر بالمنظر ده اهو، دفع موجه او دفع نفقي. إذا هحط لك اللينكات بتاع العدايات وليكن كده، تعمل فروهة الماسورة بتمشي فيه بالمنظر ده. المسافة قد ايه من هنا لهنا؟ بتنزل متر ونص. المسافة دي لازم تبقى متر ونص. لازم تبقى كام؟ احنا بس بنعمل كده شرح، لازم من القاع لحد العداء والفروهة دي متر ونص. بعد كده كل اللي حضرتك بتعمله ايه بقى؟ تبدأ من هنا تحط المحبس بتاعك وتكمل اهو، تبقى الماسورة ماشية بالشكل ده جوه الفروه، جوه الفروه بالمنظر. طبعا الفروه بقى تبقى بس اكبر شوية وادي الماسوره بتبقى عامله بالشكل ده. ده شرح بس سريع كده يعني، بس عشان تتخيل بس الوضع. اهي هنا الماسوره ماشيه طالعه وبعد كده نزلت، يبقى هنا بتحط ايه؟ بتقوم جاي هنا وتقوم حاطط محبس الهواء بتاعك، بتيجي تحط محبس الهواء بتاعك تمام. ودي فروع غرفه بقى، واللي عايز ينزل يعمل صيانه وهكذا. وبعد كده بتقوم نازل دي وتقوم جاي برضو عامل ايه؟ تقوم خلاص بتحفر واستقبلت، وتقوم تبدأ تطلع بالميل اللي انت عايزه وتحط هنا غسيل. ادي الشكل بتاعك اهو، ادي الشكل بتاعك، وتقوم حاطط هنا غرفة الغسيل. هنا غرفة الغسيل، ده الشكل بتاعك، ولا قربت للترعة ولا حفرت. اللي بينطبق على الترعة بينطبق على الطريق بتاعك، ودي الفروغة بتاعتك عشان تحافظ على الماسورة، في دفع نفق وفي دفع موجه. وطبعا هحط لك برضو اللينكات زي ما قلت لك. ده كان شرح سريع بس ازاي بعمل بروفايل او افنش بروفايل بالمنظر ده. كده احنا شرحنا خط الطرد والبروفايل بتاعي، وطبعا الدخول بتاع خط الطرد بقى في الاخر بيبقى بيخش على ايه؟ بيخش يا اما على مطبق دخول، او بيخش على طبعا غرفه تهدئه الاول وبعد كده مطبق دخول. طبعا هنشرح الكلام ده الفيديو القادم ان شاء الله، ويبقى بالفيديو رقم 8 احنا كده خلصنا شرح خط الطرد. بعد كده ان شاء الله هيبقى قدامنا مثلا محاضرتين كمان اشرح لك، لو انت عايز تفنش خط الطرد ده ببرنامج السيفل، ساعتها مفيش اكسل شيت بقى، تخش على السيفل بيبقى الخط مرسوم قدامك، وانت تبدا تعلي الماسوره وتوطي الماسوره.
ودبلومة دهنية بعشر فيديوهات بفضل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.